معانا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنى الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. البلولة هاي مالك عذر وشك العنقفك يا أخي، دي بلدي يا أخي، إن على أبو دي بلدي يا زول. هوي صلح كلامك ده، وعيب عليك تقول كده يا أخي. الكهرباء قاطعة، الموية قاطعة، الشبكة قاطعة، أي حاجة قاطعة يا أخي. ما ظروف عادية بتحصل في أي بلد، في بلد لا فيها كهرباء لا فيها موية. أنت هذول حمد ربك على الحالة اللي أنت فيها دي. الله يتافضل بتدافع لكن إلا لاقي لك منها كده. هسه عليك الله، ده شكل زول لاقي له منها كده. لكن الفرق بيني وبينك أنا قاعد أزعل روحي سعال. أنا أديت شنو عشان أقوم أكورك كذي؟ وهي ادتنا شنو؟ هي ادتك شنو؟ هي ما ادتك ليه وجنها زول؟ أنت قاعد في ضل حيطة والشتر والسيب وتسخط في روحك، ليه شنو؟ أنت ما تشوف ادتك شنو؟ لحم كتافك ده يا أخي من خير؟ اسمعي يا فضيل، براءة قافلة معانا وما تكفيلة معانا زيادة. ده منطق بتاع زول عاجز، وأنا ذاتي بتكلم معاك في كلام أنت ما حتفهمه ذاتك، أقول لك حاجة خليك في قفلتك دي. يا مليوة. مرحبا أفضل. يا قاعدون كيف حالك؟ سلامات إن شاء الله. طيب كفر هذا الحكاية جنو؟ كفر الله سيادتك. والله ملار يا أفضل مكنتني مكنة الشينة خلاص. أهزال ملار يا دين مو من طبيب نفسه، أنتوا بالجبال رقبتكم براكم. نحن البعوض دي بنربع في البيت ولا كيف؟ والرباية دي كيف إنها؟ ما بتحيعون المناخ اللي بتربى فيه وما تربى كيفين يعني؟ المعنى كيف أفضل أخوي؟ نحن خروج ولا كيف؟ الخروجية دي كيف إنها أهزال؟ نظف روحكم يا أخي، الواحد ينظف بيته ووسخ الشارع. والشارع كمان مزعوليتنا؟ أكان مو مزعوليتك، خاف عليه رقبتك دي من تتضرر. أكان دي حقيقتك؟ واجبني وخليني في الفيها بقواري. واجبك هاك ها، وخد لك دستة البرتقال ودستة الجريد، باقي الملاريا دي بتدور الغذاء، وانت ذاتك اصلا زول دني هاك ها. خلي دي معاك. فضيل امرق على الدكان جيب لنا سكر، الفيضة ما بطاعم. فضيلة الدكان ده حسابنا فيه كتير، بعدين انا بقدر امشي له اقول لك كلام جيب لنا معاه ولا خلينا نشرب وبعدين نجي لساك. اتشه ولمتين احنا حنكون في الحاله دي؟ والله لما تفرج والله الله يشيلها. ما انت انت فضيل ما تمرق على بلاد برا عشان حالنا ضين صالح. امرق يبقى عليه يقول الشاعر بلدنا ما الخير نخليها للطير ونمشي نحايح بيها عند الغير. هذول هوي البلد دي عندنا عليها حق ولا نوفيه. اسمع عبدل توفيه وشنو ونحن عدمانين ومحرومين. يا فضيلة إن زرعت لك شتلة قدام البيت بتكوني وفرتي جزء من حقها، إن شلت لك قزازة من الشارع بتكوني وفرت على زول حق الجرحى، ووفرت على زول سايق عربية حق البنشر. حياة زي دي يعني بتوفي جزء من حق البلد علينا. أنت آخر مرة شفتي أمك متين؟ أمي الليل الصباح دي أنا مشيت ليها، حممتها ونظفتها وسرحت ليها وغسلت ليها العدة وجي كمان دي أمي أنا بلعب فوقها. إحنا بلدنا دي زي أمك دي، نمسحها ننظفها نغسلها نخليها سمحة عشان نتفاخر بها وسط أخوات. الإخوة المواطنون في حينا الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. والله إن هذا ليوم اللي أضول إن شاء الله، وده يوم أغر. نحن أخواننا زي ما في ناس بتزرع مانجا وتزرع ليمون في شوارعها، نحن كمان إن شاء الله دايرين حينا دا نقوم بحملة النظافة دي عشان يكون الحي المثالي. وأنا متوكد إنه في أحياء تانية حتقلدنا. وكمان ما تقول جنة وتقليد؟ ها بالنسبة للاقتصاد والسياسة الغامضة. والله إذا يعيدوا الحلقة يعني ممكن يعني إن شاء الله ينعادوا الحلقة نوريك. حلقة شنو يا فضيل؟ انت البلولة قال الكلام اللي بقول فيه ده انا قال له جامعة. اها ما شفته في حلقة في التلفزيون قلت انا اطبقه فوقكم. هو الواحد قال يتعلم الحجامة فيه رقابة الناس زي كنديل. راح اخوانا علي النظافة راح الله اخوانا ها نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة.
العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى.